فخري عبد النور انضم الى الحركه الوطنيه المصريه رغم انه ينتمي الى يعني اسره ثريه وعريقه وكبيره، لسبب مهم جدا ان النخبه المصريه في ذلك الوقت كانت نخبه وطنيه يعني متأصلة، ولديها عداء تاريخي مع الاحتلال الإنجليزي، ولديها تطلع للاستقلال الوطني. 1906 شارك في تأسيس صحيفة الجريدة التي كان يرأس تحريرها أحمد لطفي السيد. بهذه الصفة أصبح من مؤسسي حزب الأمة الذي رفع شعار مصر المصريين. حزب الأمة ده كان من أبرز رموزه أحمد لطفي السيد وآخرين. بعد كده بقى يعني جت علاقته مع سعد زغلول ودوره في ثورة 19.